شديد. جرت العادة انهم يشكروا المؤتمر وصاحب المؤتمر وصاحب الفرح والكلام ده. لا، هو في الحقيقة بعد الشكر والتقدير انا عاوز اشكر المودريتورز، يعني احنا جينا قاعدين هنا هنتسأل سؤال ونروح، انما اللي بيجمع الاسئلة وبيرتب الاسئلة وبيختارها وبيصنفها وبيعرضها والمجهود اللي اتعمل عاملينه المودريتورز. فلازم الناس تعرف ان المودريتور ده شخصية مهمة جدا. ده ما كانش راجل بينسق المواعيد في التليفون، لا ده عمل الشغل. بالنسبة diagnostic approach for chronic drug induced liver injury, how to establish a relation between a drug and an injury. هو ده اصل الموضوع. المشكلة في مصر ان الناس بتاخد ادوية عمالة على بطال، والمشكلة في مصر انه في ادوية في العالم كله، في ادوية predictable side effect وفي ادوية idiosyncratic بتعمل effect بدون ما يكون معروف انها بتعمل كده. والمشكلة ان بيبقى في latent period بين حدوث العرض او حدوث الارتفاع الانزيمات والجونديس وبين دواء صح انه يكون كان اتاخد وبطل من شهرين ثلاثه. من هنا الصعوبه. لكن انت لما تيجي تعمل ابروتش لاي حاله هيباتيتس، هي الموضوع، بلدك فيها فايرال تاكد انه ما فيش فايرال، اوتو اميون ما عندوش اوتو اميون، عنده هيستوري انه خد دواء، خد الدواء ده امتى، الدواء ده له بريدكتابل سايد افكت ولا لا، هطلب له انزيمز، هطلب له بيليروبين، هشوف الانجوري اللي حاصل هو هيباتوسيلولار ولا هو بيلياري ولا هو ميكسد، على حسب الريشيو بين الاي ال تي وبين الالكالين فوسفاتيز. لو الاي ال تي في حدود الخمس اضعاف يبقى المساله هيباتيتك، لو من 2 لـ 5 يبقى ميكسد، لو اقل من 2 تبقى المساله بيلياري. وقد احتاج الى بايوبسيز احيانا رغم انه ما فيش سبيسيفيك باترن، لكن لما تيجي تتكلم في اكسكلود كوموربيديتي او اذر ايتيولوجي، او ان الليفر ده قبل ما ياخد الدراج كان اساسا عنده كرونيك هيباتيتك بروسس لاي سبب من الاسباب، او في الديفرنشال دايجنوزيس بين مثلا سيرو نيجاتيف اوتومين هيباتيتس، هحتاج بايوبسي. المساله في الاخر هاو شور ان انت ده دراج انديوس ليفر انجوري. في الحقيقه ما حدش يقدر يبقى شور، انما الاجراء اللي انت بتعمله كارثي اذا حاولت تعمله. يعني زمان مثلا كوخس بوستيريتي يقول لك انا هدي العيان شيء الفلاني وبعدين يحصل مشكلة، أشيله تروح المشكلة، أرجعه ترجع المشكلة. لا ينصح إطلاقا في عيان حصل له drug induced liver injury إنك بعد ما تشيل الدواء ترجع تحط الدواء عشان تشوفه هيعمل له injury ولا لا. أحذر تماما من أي حد يعمل عملة زي. أوكي. طب هل في دكتور حسن، هل في يعني حاجات معينة في اللاب ممكن تشاور كده إن ده ممكن يكون دلي زي إزروفيليا مثلا؟ أحيانا بتحصل. ده أحد الأشياء اللي ممكن تشير، لكن مفيش اطلاقا حد عنده ديفينيت كرايتيريا. ده كل دواء بيعمل بيكتشر غير الثانيه، في دواء يعمل كوليستاتيك، في دواء يعمل هيباتيتيك، في دواء يعمل اوتو اميون. وفي الايزونوفيليا احيانا في بعض الحاجات الشهيره من امثله مثلا الهالوثين لو العيان كان بيتعرض لانستيزيا، لكن وجود الايزونوفيلز ووجود سكين رياكشن احيانا او رينال افكشن احيانا يرجح ان المساله يكون فيها دراج انديوس ليفر انجري، لكن لا يؤكد 100% لان هناك امراض اخرى للليفر يبقى فيها كيدني افكشن وسكين افكشن. لازم تو اكسكلود اذر ايتيولوجيز وتشيل الدواء السسبكتد وتتابع العيان. طيب يا فندم، احنا عندنا بقى مشكله ثانيه من الشباب بتقال لنا دايما مع التريندنج الموجود، الدراجز برضو فيها تريندنج، الانتي اوبيزيتي، الهيربال، الحاجات دي. العيان كده ساعات بيجيب لنا شويه دراجز كان واخدهم الست شهور اللي فاتوا، تمام، حضرتك بتقول هنشيل دراج منه، ساعات بيبقى صعب نعرف انه دراج هو المسؤول عن الدراج انديوس. في نصايح كلينيكال لحضرتك في الامر ده؟ من هنا صعوبه تشخيص الدراج انديوس ليفر انجري. الناس بتتعاطى مضادات حيويه ونون استرويدال انتي انفلاماتوريز وفيتامينز، وبعد سن معين يبدا ياخد سيكشوال ستيمولانس، وبعد سن معين يبقى ماشي على كرونيك يوز نون استرويدال انتي انفلاماتوريز. والمصريين من المهد الى اللحد يتعاطون المخدرات باشكال مختلفه حتى لو انكروا. واخد بال حضرتك من هنا صعوبه. زي ما تقول واحد عنده مثلا دراج الرجي او عنده الرجي من اكل معين، هو صبح كل فول وطعميه وبتنجان وبصل وبطاطس، مين في دول؟ مش هقدر اعرف. امتى هقدر اعرف؟ لو في واحد له بريدكتابل سايد افكت، يعني ده نون هيباتوتوكسيك بدوز معينه لديوريشن معينه، فخد اسيتامينوفين اكتر من 4 جرام في اليوم بقاله 10 ايام تحصل له مشاكل في خلال ساعات او ايام. انما لو ايديوسينكراتيك بدوز واحده او اقل في قصه بتحصل بعد عده اسابيع،
قد تجد صعوبة في انك تعرف. المشكلة ان العيان مش مدرك انت بتسأله على ايه، العيان مش حاطط الهربل كجزء من الدراكس، راح للعطار وخد زعربان هندي وفاسوق جاوي ومش عارف ايه، هو مش معتبر انه خد حاجة. من هنا الصعوبة. برضو احد المواقف المهمه اللي بتقابلنا في السسبكتد اوتو اميون هيباتايتس، احنا طبعا بنعمل سكورنج، بس ساعات بقى نفتكر ان البيوبسي هي يعني الحل، يعني الشباب بتوعنا على طول نعمل بيوبسي نعمل بيوبسي، فنعمل فتطلع سجستيف لكن السيرولوجي بيبقى معانا نيجاتيف. كان وي ستارت تريتمنت ديبيندينج اون بوزيتيف ليفر بايوبسي الون؟ دكتور وليد اتفضل. يعني يا فندم بروفيسور دكتور وليد، اولا طبعا بشكر الاستاذ دكتور محمد عامر على دعوتي، وبشكر الاستاذه الفاضله الاساتذتي بتشرفي بالجلوس جنبهم. يعني وموضوع الاوتو اميون هيباتايتس طبعا هو موضوع هلامي شوي، يعني مش ممسوك بالايد، مفيش حاجه واحده تقدر تشخص حاجه كده، عامله زي الاذر اوتو اميون ديزيزز كلها زي الروماتويد، يعني مثلا الاي ار اي او الامريكان روماتويد اسوسيشن حطت كرايتيريا كتير قوي عشان يعرفوا العيان ده عنده روماتويد ولا لا، رغم انه ممكن يجي عنده ديفورميتي وعنده بين وعنده حاجه متشافه بالعين. احنا اصعب بقى، احنا ما عندناش حاجه متشافه بالعين. وفي مشكله في الاوتو انتي بوديز ان هي لا هي باثوجينيك ولا هي بري ريكويزيت للاوكرنس اوف ذا ديزيز، فبالتالي وجودها مش اسينشال وممكن تظهر ليتر والعيانه تبقى عندها تقريبا كل المانيفيستيشنز بتاع الاوتو اميون ديزيز ما عدا الاوتو انتي بوديز. الحاجة التانية الأوتو أنتيبوديز ممكن تبقى زيها زي ديزيز فلكتويتنج، يعني بتعلى وتنزل، فالعيان جالي طلبت له الأوتو أنتيبوديز في وقت هي داون فما تظهرش. الحاجة التانية كمان إن هي مش مرتبطة بالأب أند داون أوف ذا ديزيز، يعني ممكن يبقى الديزيز أب وهي داون. الحاجة كمان إن الأوتو أنتيبوديز مش نوع واحد، ده كتير، لا حدث ولا حرج بقى الـ ANA والأزمة والـ Liver Kidney Microsomal والـ AMA والـ IgG يعني والـ Soluble Liver Engine والـ ANC، يعني احنا هنعد. وعادة احنا والزملاء ما بيطلبوش كله، يعني ممكن يطلبوا جزء عشان ما يكلفوش العيان قوي، فتبص تلاقي ان احنا اللي طلبته بالصدفة مش هو ده اللي عالي وفي حاجات تانية عالية، فبالتالي الاعتماد على الاوتو انتيبوديز الون ما هواش صح. وعشان كده عملوا زي معظم الاوتو اميون ديزيز عملوا سكور الريفايزد اوريجينال سكور، حطوا فيها بقى كل الاوتو انتيبوديز وحطوا كل الفايندز بتاعه الليفر بايوبسي وحطوا الجندر طبعا الفيميل وحطوا الكراين فوسفاتيز اي اس تي ريشيو، كل ده حطوه وحطوا بقى الحاجات النيجاتيف اللي قصادها اللي هو بريزنس اوف فايرال ماركرز او الكحول كونسومشن او دراجز زي ما استاذنا الدكتور حمدي قال، فكل ده بيتحط وفي الاخر بيطلع سكور. وحطوا السكور ده لو ريزلت بيفور ثيرابي وسكور افتر ثيرابي، وده في حد ذاته يؤكد على فكره ان احنا ممكن نبدا ثيرابي كثيرابيوتيك تيست before sure diagnosis of the disease. فإذا لقينا إن في good response ولما نبطل يحصل relapse، ده في حد ذاته with the diagnosis of autoimmune disease. ولي سؤال صغير كده بس، الـ IgG لازم يكون elevated بشكل معين double مثلا أو كده أو triple، ولا أي elevation بعتبره positive ساعتها؟ والله هو المفروض يعني يبقى 1.5 النورمال، لو النور لو الابر نورمال قلنا 1600 يبقى الوان ده هاف يعني 2200 2300 وانت طالعه، يعني ده المفروض عشان نقول ان ده بوزيتيف. لكن زي ما قلنا احنا بنحطه في السكور زيه زي غيره من الاوتو انتيبوديز، وفي الاخر بنجمع ونشوف السكور اكتر من 15 ولا اقل من 15 وهكذا. شكرا دكتور وليد. طب ننقل على السؤال الثالث بقى اللي هو ميكس ما بين What is the difference between autoimmune mediated hepatitis and drug induced autoimmune hepatitis؟ السؤال ده للدكتور حسن حمدي، اتفضل دكتور حسن. هو طبعا الدكتور وليد تطرق لجزء من الإجابة،
اللي هي الاسترويد تشالنج، انما ساعات بتبقى فيه صعوبه شديده في انك تفرق بينهم، لانه الدراج انديوسد اوتو اميون هيباتيك ديزيز قد يكون معاه اوتو انتي بادز، وقد قد البيوبسي بتاعته تدي نفس شكل الاوتو اميون هيباتايتس. الالعب من ذلك انه الاوتو اميون هيباتايتس الايديوباثيك لما يكون فيري ايرلي ممكن يكون معها سنتري لوبيلر نكروزس زيها زي الدراج انديوسد هيباتايتس. هنا عشان كده الناس بتقول لما يكون شاكك، لو بصيت على بصرف النظر على الاوتو انتي بادز، لو بصيت على الاي جي جي ليفل وجدت الاي جي جي مش شرط يكون اليفيتد في اخر ربع يعني ما بين 1200 و1600، والكلينيكال بيكتشر والابيديميولوجي بيقول ان ده ممكن يكون ايديوباثيك اوتو اميون هيباتايتس، جو تو ليفر بايوبسي. لو ما لقيتش بيس ميل نكروزس ولقيت سنتري لوبيلر نكروزس، استخدم الاسترويد تشالنج وتعرف انه العيان ده زي دكتور وليد ما اتكلم، لما تشيل الاسترويدز لو هو دراج انديوست مش هيرجع، بروفايدد انك شلت دراج، يعني ما تفضلش ماشي على الدراج وتتوقع ان الاسترويد تسيطر، تشيل الدراج وتحط الاسترويدز وبعد شويه تشيل مش هيرجع، بعد شويه قد ايه هيرجع بعد قد ايه، لكن الاوتو اميون هيرجع برضه بعد قد ايه، واحنا عارفين ان الاوتو اميون اساسا عنده ريميشنز واكزازربيشن حتى من غير دواء. هنا صعوبه هذه المشكله. الالطف من كده ان البيوبسي بتحل مشكله اخرى، الا وهي انك تتوقع ان الاسترويد تجيب نتيجه فتدي الاسترويد فالانزيمات تعلى مش تقل. سبب ذلك ان المشكله دي فاتي ليفر، الانزيمات دي عاليه من الفاتي ليفر، والاسترويدز من ضمن الادويه اللي بتعلي الفاتي ليفر وتزود الانزيمات. هنا البيوبسي تحسم الحاجات اللي مش موجوده في الكلينيكال براكتس، ان العيان اللايبل لاشكالات دراج انديوسد اوتو اميون هيباتايتس بكافه اشكالها عنده سبيسيفيك اتش ال اي تايبنج، فالمفروض نظريا لما تكون مشتبه اشتباه كبير تطلب له اتش ال اي اللي هي الاتش ال اي باترن كاركترستيك للهيباتيتك او للكولانجيتيك دراج انديوست اوتو اميون هيباتايتس. ولو ان ده في الكلينيكال براكتس مش بيحصل، فتبقى الفيصل اي جي جي في الربع الاخير، بايوبسي استرويد تشالنج، تدي جرعه وتسحبها سريعا. دكتور حسن، الاستيرويد تقريبا مدتها قد ايه وبديها مع ايمونو سبريسنت ولا استيرويد بس؟ استيرويد ما حدش قال ايمونو سبريسنت، الاستيرويد ذاتها ما حدش قدر يحدد مده، حتى الايفكت بتاع الاستيرويد عموما في الدراج انديوست ليفر انجري مشكوك فيها، وناس كتير بتقول يعني ما لهاش قيمه حقيقيه ونتيجتها مش قد كده، انما هي الحاجه الوحيده اللي تقدر تفرق اللي يفرق مش وانت بتديها، وانت بتسحبها، لان لما هتديها كله هينزل، لما بتسحبها الايديوباثيك بيرجع، الدراج انديوز ما بيرجعش. ننقل لإيرا برضو مشهورة دلوقتي النافلد. السؤال لبروفيسور دكتور محمود أنيس. طبعا بيجي لنا عيانين في عيادتنا كل يوم تقريبا بالنافلد، عايزين نسأل حضرتك وات الزارول في كوليك أسيد، هو انت يوز وات ار ذا بريكوشنز، وعن السايد افكت بالذات خاصة البرويتس والديسليبيديميا، وانت ستوب. الشكر طبعا واجب زي ما تفضل اخواتي الاعزاء للمودريتورز وللدكتور محمد على الدعوه والاسئله الكريمه دي. موضوع النافلد، المرضى والعالم كله منتظر الحقيقه يعني دواء للنافلد، وابت ناو ذير از نو ابروفد دراج، والاوبيتوكوليك اسيد الاعتبار عليه دلوقتي زي اي دواء تو بي ابروفد مطلوب بينيفيت وريسك، فلازم نرجع لقبل السائل اللي بيجستيفاي السؤال ده تراينج تو جستيفاي الادمنستريشن اوف اوبيتوكوليك اسيد، اللي بيسال على الرول بتاعه والبوسيبل سايد افكتس وهاو تو مانج. ما فيش حاجه من دي اصلا في الجايد لاينز خالص. الدراج ريجكتد لما تقدم الفايل بتاعه للاف دي اي بالفارماسيوتيكال كومباني بره، ريجكتد عشان السيفتي. هو اتشيفد one of the targets لانه الفايبروزيس ريجريشن ب one stage و without affection للريزوليوشن. انما المشكله كانت زي ما تفضلت الدكتوره في انه بيزود الاتشنج، بيزود البايل سولز، ففي اتشنج اكتر من 50% من المرضى، واللي اخطر منها اللودينستي لايبوبروتينز بتزيد مباشره بعد العلاج وبتبقى ريفيرسبل بايقاف العلاج وزادت بنسبه كبيره. هو المين كوز اوف ذس ايه في النافلد؟
الادفانسد نافلد ده كارديو فاسكولار، كارديو فاسكولار. فاذا احنا يعني لو حضراتكم كتبتوا نافلد في البامفلت اخر بامفلت بتاعه الاوبيتوكوليك اسيد هتلاقوا زيرو في السيرش، مش موجود كلمه نافلد في البامفلت كلها. وادراج لما تقدم في 19 الفايل ريجكتد في 20 بعد اكتر من 8-10 شهور. ثم ريجكتد ليه؟ الستيتمنت بالظبط بتاعه الاف دي اي انسرتينيتي اباوت ذا افكتس انسرتينيتي وميجر كونسيرنز اباوت ذا سايد افكتس. فاسكت الشركه تكمل الدواء، وكان المفروض اللي فات ده كان البرايمري اند بوينتس، كان المفروض تطلع داتا عن الكلينيكال في يونيو 2022 حسب ما الفايل مكتوب، مفيش اخبار. والفايل المفروض الدراسه دي مستمره 7 سنين عشان يجدوا ويحلوا ويبقوا سيف تو جاستيفاي. ده مهم جدا. ليه بقى؟ برضو لو بصينا تلاقوا ان في 3 ادويه توقفت في فيس 3 بدون ذكر اسماء، وبعض من حبايبي مش عارفين ان الدواء ده اتوقف وبيتكلموا عليه في المحاضرات. مش الاوبيتوكوليك اسيد، الاوبيتوكوليك اسيد ماشي 7 سنين من الاول تو فايند فاينلي البنفيت ريسك، بينما في 3 ادويه توقفوا، في 2 تانيين داخلين فيس 3 جايبين التارجت سواء ريزوليوشن اوف ناش ويلس والفايبروزس. وي هاف تو ويت ونبقى ايفيدنس بيز وما ندورش على جاستيفيكيشن باي بريشر. ده رايي اللي وجه الله. شكرا يا فندم. طب محمود حضرتك رايك كده ان احنا نافويد اوبيتوكوليك اسيد ولا ممكن نديه كوشسلي ولا ممكن نديه في الادفانسد ستيج نافلد؟ المين كوز اوف ذس انا قلت لحضرتك المرضى عندهم ديسليبيديميا، مرضى كتير جدا من النافلد عندهم ديسليبيديميا او اسكيميك هارت ديزيز او ويتش يعني ريلي كونتر انديكيشن، انت هتخاف. اللي جاستيفايد دي لوكالي بيتابعوا المريض اللي كان الانزيمز بتاعه عاليه، بيقولوا بعد 3 شهور لو ما نزلتش نورمالايز يوقف العلاج. ويسل والفايبروزس اف 2 اف 2 2 3 نشوفه برضه ريجولر بعد شهر، مش الفايبروزس اب تو 1 يير، ولو ما فيش امبروفمنت نوقف العلاج. مين اللي قال الكلام ده جاستيفايد؟ فان حد يقول رولز كان ادعى الاف دي اي، كان ادعى حاجه تبقى انترناشونال. لو بصينا حضراتكم للدراجز اللي اوف ليبل يوز زي فيتامين اي وفيتا والبايوجليتازون هتلاقوا انها موجوده في الريكومنديشنز، يعني هي نوت اف دي اي ابروفد بس الجايد لاينز كاتباها وكونديشن ريكومنديشن، انما ما جاتش سيره الاوبيتوكوليك اسيد خالص عشان الريسك بتاعها. شكرا. شكرا دكتور محمود. السؤال اللي جاي what are the precautions that should be considered while using non-selective beta blockers in cirrhotic patients. سؤال استاذي بروفيسور طلعت فتح حنه. بسم الله الرحمن الرحيم. برضك يعني مش عيد بقى شكر للجنه المنظمه والمودريتورز بتاعنا الجمال. طبعا هي القصه يعني الاختلاف بقى بينه وبين الدكتور محمود البيتوكوليك اسيد والرول في كده، القصه بتاعت البيتا بلوكر ديت موجوده في الثمانينات، يعني احنا قابلنا لابريك ده اساسا كان في فرنسا عالم فرنسي جليل وكان عليها ديبيت شويه في البيتا بلوكرز. البيتا بلوكر هذا رول ان ذا بورتال هايبرتنشن، يس It has a very great role as regards the prevention of primary bleeding as well as secondary bleeding. بيقلل الريسك of bleeding في حالات البرايمري بروفلاكسيس من 30% ل 15%، في السكندري بروفلاكسيس من 60% ل 40%. الميكانيزم اوف اكشن بتاع البيتا بلوكرز بتشتغل ام على الهارت عن طريق البيتا 1، بتعمل ديكريز كارديك مايو كونتراكتيليتي وبتقلل الكوندكشن غير الاترو فينتريكولار نود. في على الفاسكولار بيد اللي موجوده في السبرانكينج اريا بتعمل فازو كونستريكشن وبالتالي بتقلل البورتال بلاد فلو. والاجد من كده كمان عن البروبرانولول جاء الكارفيدولول بيشتغل انديشن، بيشتغل انترا هباتيك فبيعمل نوع من انواع الفازو ديليتيشن فور ذا انتراباتيك بلاد فيسلز عن طريق البلوكينج فور ذا الفا ادرينرجيك ريسبتور. فبالتالي لو احنا استخدمنا الكومبينيشنز الاثنين دول مع بعضيهم بيقللوا البورتال بريشر ديفينتلي وبيقللوا فعلا البورتال هايبرتنشن. القصه بتاعت البورتال هايبرتنشن حصل فيها ري ايفالويشن كتير جدا جدا من الكرونيك هيباتايتس للسيروتيك للديكومبنسيتد سيروزيس، وابتدوا يستخدموا الترم على مستوى العالم كله اللي هو كلينيكال سيجنيفيكانت بورتال هايبرتنشن.
لدرجه انهم قسموا كلينيكال سيجنيفيكانت بورتال هايبرتنشن ستيج 1 اللي هو غالبا بيبقى فيه مايلد بورتال هايبرتنشن، الهيباتيك فينوس بريشر جريدينت بيتراوح ما بين 6 ل 10. لو ابتدى يزيد فور 10 يبتدي العين ديفلوب فاريسز، ولو اكتر من 12 الفاريسز دي بترابتشر فخلوها ستيج 2 وستيج 3. ايهما اكتر؟ البيتا بلوكر بيكيب افكت اكتر فين؟ whatever in the stage 1 or stage 2 or stage 3. لقوا الاستاتس كلها على مستوى العالم كله بتقول ان في stage 3 اللي هو clinical significant portal hypertension اكتر من 12، لو قدرنا ندينا البيتا بلوكرز وقلل البريشر تحت ال 12 او 20% من البيزل فاليو، فبالتالي بيمنع الفاريسيا الرابشر وبنمنع البليدنج. هل كل عيان بياخد البيتا بلوكرز بيستفاد منها؟ لا، دي المشكله بقى، ان البيتا بلوكرز واتيفر الكومباينيشن او كده، لقوا ان العيانين حوالي تلت العيانين هم اللي بيستفيدوا، ودول بنسميهم ريسبوندرز. ولما طلع الكارفيدولول زودوا التلت ده وصل ل 50%. يبقى اذا الميديكال تريتمنت بورتال هايبرتنشن ليه رول زي الفاريسيا الاندوسكوبيك ليجيشن، ولكن هناك جريت بينيفيت فور ذا بيتا بلوكرز. ات هاز ريسنتلي ستاديز لقى في ريجريشن للبروجريشن اوف ذا ديزيز. بمعنى ايه؟ اللي هي بتقلل الجاسترونتستينال بيرميابيليتي وبتقلل البكتيريا ترانسلوكيشنز، والاثنين دول مهمين جدا 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 في البروجريشن اوف كومبنسيتد سيروسيس للدي كومبنسيتد سيروز. يبقى دي الادد بنفيتس اوف دي بيتا بلوكرز على الاندوسكوبيك فاريسيال باند ليجيشن. الاندوسكوبيك فاريسيال باند ليجيشن بتشتغل لوكالي جاست تو ابليتريت ذا فاريكس اند بريفنت بليدنج، لكن البيتا بلوكر بتشتغل على البورتال هايبرتنشن والريجريشن والبروجريشن اوف ذا ديزيز. ولكن حط في اعتبارك ذير از نو فيكسد دوز فور ذا بيتا بلوكرز. ممكن نعمل تيتريشن، ممكن ندي 10 ندي 20 ندي 30 40. الجايد في كده الهارت ريت والبلاد بريشر. عشان كده في كونترا انديكيشنز للبيتا بلوكرز. لو العيان ده عنده برونكال ازمه، وكتير جدا جدا من زملاتنا بيقع في القصه ديت، العيان بياخد اندرال ويجي لك العيان مأزم، تدور على السبب بتاع الازمه تلاقي العيان بياخد بيتا بلوكرز. العيان عنده هايبوتنشن سيستوليك بلاد بريشر اقل من 90 فالبرفيوجن بيحصل له فيلير. الاكتر من كده بيحصل له بريفرال اديما، والعيان ده ممكن يحصل له اسايتس، والمشكله اللي هي لايف لونج بروبلم اللي هو الامبوتنس اللي بيحصل كده، وديت الميجور سايد افكت بتاع البيتا بلوكر. لو لقينا السيستوليك بلاد بريشر اقل من 90 او العيان ديفلوبد سبونتينيوس باكتيريال بيروتونايتس او جاله اكوت كيدني انجري، ات از بيتر تو ستوب بيتا بلوكر اند ذن ريتريت اجين، بات ستيل ات هاف ا جريت رول ان ذا بروجريشن اوف ذا ديزيز. شكرا يا دكتور. شكرا لحضرتك بروفيسور دكتور ايهاب فوزي. هننتقل بقى للبورتال هايبرتنشن نون سيروتيك. هاو تو دايجنوز اند مانج ايديوباثيك نون سيروتيك بورتال هايبرتنشن. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برضو في البدايه بحب اشكر الدكتور محمد عامر ودكتور محمد البرعي والمودريتور وتعبناكم، وطبعا شرف لي اكون موجود مع الاساتذتي الكبار. بالنسبه للايديوباثيك بورتال هايبرتنشن او نون سيروتيك ايديوباثيك بورتال هايبرتنشن، عاوزين نتفق الاول ان هو النون سيروتيك بورتال هايبرتنشن ده بيتقسم الى بوست هيباتيك اللي هو بات كاري سندروم، لو في حاجه في الهارت تريكاسبيتال جيرج، انفيرفينا كيبل اوبستراكشن، او هيباتيك والهيباتيك بري سينوسودال وسينوسودال وبوست سينوسودال، وبعد كده بري هيباتيك اللي هو بورتال فين ثرومبوزيس و ممكن سبلينيك فين ثرومبوزيس. الايديوباثيك بورتال هايبرتنشن ده واحد من البري سينوسودال كوزيس بتاع النون سيروتيك بورتال هايبرتنشن. من اسمه ايديوباثيك ان هو الايتيولوجي بتاعه انتل ناو انون، بس هو في سيوريس ناحيه الانفكشن ممكن تكون لها دور، الاندوتوكسينز او الاميونيتي اللي هو اسوشيت مع اذر اوتو اميون ديزيز. الايديوباثيك بورتال هايبرتنشن ده مش حاجه قليله، بتوصل مسؤوله عن 30% من اسباب البليدنج اسوفجيال فاريسز وورلد وايد، موجوده في اماكن كتير في الورلد. ليه اسماء تاني مش هو بس ايديوباثيك بورتال هايبرتنشن، للاسم نون سيروتيك بورتال فايبروزيس. بيجي في الميل اكتر من الفيميل، وبيجي في سيرت تو فيفث ديكيد. في اليابان مختلف شويه ان هو بيجي في الفيميل اكتر كبريدومنس، وبيكون في الفيفث ديكيدز. طب العيان ده بيجي بايه؟ العيان ده بيجي بمانيفستيشن اوف بورتال هايبرتنشن اللي هو بليدنج جي اي ابر جي اي بليدنج،
هيماتيمسيس وميلينا، بيكون معاه مودريت وماسيف سبلينوميجالي، ما بيكونش عنده ساينس اوف كرونيك ليبر ديزيز، ما بيكونش عنده ساينس اوف ليبر سيل فيلير. طب ده بالنسبه ككلينيكال. طب الالترا ساوند بتاعه الليفر نورمال، بيبقى فيه بيتنت بورتال فين، بيبقى فيه طبعا سبلينوميجالي. بعد كده الابرندوسكوبي بيكون فيه، ممكن يكون فيه اسوفجيال فاريسس، ممكن يكون فيه جاستريك فاريسس، ممكن يكون فيه بورتال هايبرتنسيف جاستروباسي، ممكن يكون فيه كولوباسي. البيوبسي بتاعه بيبقى فيه بري سينوسويدال فايبروزيس واوبليتريتيف فينوباسي. التريتمنت على حسب الجاي، لو عيان جايب طبعا بابر جي اي بليتنج بريزنتد بورتال هايبرتنشن، ريسسيتيشن واندوسكوبي، باند ليجيشن، لو هي جاستريك فاريسيس هيستوكريل انجكشن، البورتال هايبرتنسيف جاستروباسي التريتمنت العادي، وطبعا ان بتوين ممكن استخدام البيتا بلوكرز. شكرا. دكتور إيهاب، بس هرجع لحضرتك تاني برضو معلش، لان الحاله اللي جايه دي، لا اللي جاي ان شاء الله هيبقى دكتور وليد. دكتور وليد، ان بيشنتس ويز سيروزس اند نو هيستوري اوف اوفرت هيباتيك انكفالوباسي، هاو وي دو سكرين فور كوفرت هيباتيك انكفالوباسي؟ وما بينهم حرف يعني اوفرت وكوفرت. طبعا الاوفرت معروف لنا كلنا، العيان هو اصلا بيجي بانكفالوباسي، والانكفالوباسي زي ما احنا عارفين هو حاجه ريفرسيبل برين ديسفانكشن، ممكن يظهر بقى باي شكل، نيورولوجيكال سايكولوجيكال بيرسوناليتي تشينجز. طب العيان لما يبقى سيروتيك وجاي ما عندوش حاجه منتي خالص، مهم ان انا اتست فور كوفرت انكفالوباسي؟ مهم. طيب مهم ليه؟ مهم لان 30% من السيروتكس عندهم كوفرت انكفالوباسي. طب هو لو ما يبقى عنده كوفرت برضو ايه المشكله؟ المشكله ان هو اصبح بوردر لاين، يعني ممكن في اي لحظة يقلب اوفرت. الحاجة التانية ان انا لازم هذا البيشنت اعمل له موديفيكيشن في الدايت وفي الثيرابي، يعني ممكن ادي ريفاكسيمين، ممكن اقلل شوية بروتين دايت، ممكن اخلي بالي واعرف الاهل بتاعه ان هم ممكن يحصل له البريكومة اللي بتحصل للسيروتكس. حاجة التانية ان هو لو بيشتغل وظيفة ريسكي عليه أو على المحيطين به زي الدرايفنج أو أي وظيفة محتاجة أليرتنس، فطبعا ده لازم يغير الوظيفة، لازم يشتغل عمل إداري، أو يعني لازم يغير المشكلة اللي ممكن تحصل قبل ما تحصل بروفيلاكتيك. فهنا في أهمية للتستنج فور كوفرت انكفالوبس. طيب هي ايه التستات دي؟ طبعا دي حاجة معروفة بقى الشباب يشوفوها على النت وكده، لكن احنا بس هنوضح ان هي انواع. في نوع بيتست الفاين موفمنتس اللي هي القديمة، اللي اول ما طلع التستات دي اللي بيمسك ورقة وقلم يعمل نمبر كونكشن لاين تريسنج، يعني الحاجات اللي بتست الفاين موفمنت اللي ايه متحكم في القلم كويس ما بيتهزش في ايده. في حاجات بقى احدث طلعت على الكمبيوتر، بس دي ما بتستش الايه الفاين موفمنت، دي بتست الالرتنس. فبيبقى حاجه مثال منهم يعني ان بيبقى الشاشه بيظهر عليها الحروف الانجليش، وهو بيبقى انفورمد انه يرياكت، يدوس مثلا على الانتر او يرياكت ان لما يشوف حرف الاكس او الواي، بقيه الحروف لا. وعنده زمن لازم علشان سرعه التلبيه، عنده زمن لازم يرياكت فيه والا يبقى ما عملش جود رياكشن. بعد كده لو عداها بنصعبها عليه اكتر باننا نقول له لا احنا عايزينك ما تعملش رياكشن الا لو شفت الاكس وراها الواي، لو شفت دي لوحده ودي لوحدها ما تعملش رياكشن. دي كلها حاجات علشان سرعه الايه رد الفعل والمنتال الدرنس. بعد كده بقى طبعا الموبايلات طلعت، فنزلوا ابلكيشنز على الموبايل دلوقتي، يعني من ضمنهم حاجة اسمها انكفال اب، برضو ده عشان لو حد عايز ينزله بيبقى موجود ابليكيشن على الموبايل ده، سواء بقى البيشنتس اللي بينزله او الطبيب. فده برضو في تستات شبيهة بالتستات بتاعت الكمبيوتر علشان تو ديسكفر الكوفرت انكفالوبس. دكتور
اكيد هل دي ده رول سايكاتريست وده رولنا احنا كهيباتولوجيست ان احنا نعمل لا الهاتف. هي مش محتاجه سايكاتريست الموضوع فيري سيمبل الموضوع فيري سيمبل خالص والتست فيري سيمبل والابلكيشنز متاحه ما اصبحش لازم ان انا ابعته للسايكاتريست خالص يعني طب ليه ما تبقاش انفولفد في اي حد بيطلع لايسنس درايفنج لايسنس يعني ان هي تبقى كده رول لاي حد سيروتك ليه لحد دلوقتي احنا مش بنقدرش دي مهمه طبعا بس احنا مش بنعملها للاسف والحقيقه اكيد كل الزملاء جالهم بيشنتس للعيادات بتاعتهم درايفرز وان انكفالوباسي والحقيقه يعني روح بالعربيه يعني انا شفتها بالفعل هو ان انكفالوباسي وعيلته جايه معاه هو اللي سايق وهو اللي رجع بيه ما اعرفش بقى رجع ولا لا لغايه دلوقتي ايوه طبعا بروفيسور دكتور إيهاب الصراحه حضرتك هتحل لنا بالسؤال ده خناقه كل يوم بيننا وبين العنايه الحاله هايبوناتريميا ودي سيروتك لا دي ديليوشنال خدها انت في القسم عندك دي 2.5 انا هاخدها لا ده اعمل السيرم بازمولاريتي انت مش هتعمل فلود ريستريكشن فخدها على العنبر دي بتاعك فاحنا عايزين بقى هاو تو مانج هايبوناتريميا ان سيروتك عشان نوقف الخناقه معاك اتفضل يا فندم طيب طبعا هو موضوع الهايبوناتريميا ده فعلا موضوع مقلق ومتعب الجماعة بتوع التخدير بيجروا على السلاين وطبعا والعيان بتاعنا احنا مانعين منه السلاين بس احنا عاوزين نعرف الهايبوناتريميا بتعتبر هايبوناتريميا لما بيكون للزان or equal to 135 ملي equivalent per liter دي بتبقى موجودة في يعني حوالي 49% يعني مثلا نص البيشنت ويز ليفر سيروس اند اسايتس بتتقسم الهايبوناتريميا الى اول حاجه بالنسبه للسيفيريتي بتاعتها من قلنا احنا من 135 لغايه 126 ده بيعتبر ده مايلد من 125 ل 20 مودريت اقل من 20 ده سيفير وبتتقسم كمان ان هي هايبوفوليميك وهايبربوليميك وايوفوليميك الاكثر حاجه بتكون في العيان ليبرسيروز واسايتس اللي هو هايبربوليميك هايبوناتريميا بس برضه الهايبوفوليميك ممكن تكون موجوده والايوفوليميك برضه بتبقى موجوده الهايبوفوليميك بتكون موجوده لما طبعا نتيجه ان احنا العيان ده عنده بور اورال انتيك تاني حاجه الاكسس يوز اوف دايوريتكس وبرضو اللص عن طريق الكولون بالاكسس يوز اوف لاكستيف احنا طبعا كلنا بنكتب لاكتلوز للعيان ده وبيمشي عليه فبس بنشوف احنا المفروض ان احنا بناخد اللاكستيف عشان نخليه يجيب حوالي 3 مرات في اليوم بس لما يكون زايد عن كده او كتير فده برضو بيعمل لص اوف صوديوم عن طريق الكولون طيب الايوفلوميك ده بيكون دايما نتيجه دراجز معينه منها الكاربامازيبين هي دي اللي بتعمل بوليميك هايبوناتريميا فبالنسبه للبوليميك المانجمنت بتاعها هيبقى اللي هو الافويد الكوز بتاعها اللي هو الدراجز الهايبوبوليميك انا هحسن العيان ان هو ياكل كويس ويشرب كويس هنيجي في التريتمنت في المانجمنت هنعتمد برضو مش على ان هي هايبو او هايبر هشوف ان هي هل هي اكيوت ولا كرونيك لو اكيوت لازم اعالج العيان بسرعه لو هي اكيوت هايبوناتريميا لو هي هايبوليميك شوك هخلي العيان ياكل كويس ويشرب كويس هعمل مش هعمل ريستريكشن للووتر طبعا مش هعمل ريستريكشن للووتر زي ما بتعمل هوقف الدايوريتكس وهوقف اللاكستيف وممكن استخدم الالبومين كذا دراسه قالت ان هو بيحسن الهايبوناتريميا وممكن استخدم الكريستالويد اللي هي اللاكتيتد رينجر ده برضو بيحسن طيب العيان اللي هو المايلد اللي احنا قلنا عليه مايلد ده بيساب ما بيتعملوش اي حاجه وكونزيرف وبنشوف اخباره ايه المودريت لو هو هايبو احنا قلنا هنعمل ايه لو هو هايبر فولوميك هايبوناتريميا هنحاول نعمل ريدكشن للدايوريتكس برضو ريدكشن لللاكستيف وهياخد انترافينس البومين طب العيان لو كان سيفير هايبوناتريميا السيفير هايبوناتريميا ده لازم
يبقى وهايبر فوليميك سيفير هايبر ناتريما هايبر فوليميك لازم يبقى فيه ريستريكشن للفلويد. لو هو سيفير يبقى ممكن يوصل لغايه 750 ملي ووتر بير دي. لو هو مودريت ممكن لغايه 1000 او 1200 ريستريكشن اوف فلويد. برضو بدي انترافينس البومين. طب امتى نستخدم السلاين او كونسنتريت السلاين او الهايبرتونيك سلاين؟ هايبرتونيك سلاين بستخدمه في السيفير كيسز اللي هي داخله during preparation for liver transplantation. شكرا دكتور إيهاب. بس في سؤال تاني لحضرتك برضو عن الاسايتس persistent اسايتس after liver transplantation how to manage. اللي بريزيستنت اسايتس افتر ليفر ترانسبلانتيشن، انا مقبول عندي ان انا يكون في اسايتس اب تو 4 ويكس. اكتر من 4 ويكس بعد الترانسبلانتيشن ده اللي بسميه بريزيستنت اسايتس اوف ليفر ترانسبلانتيشن. هنشوف الكوز بتاعته ايه. اشهر كوز اللي هو الفاسكولار كوز. الفاسكولار كوز ده نتيجه ان انا عندي بيبقى فيه هيباتيك اوت فلو اوبستراكشن نتيجه الانستموزس اللي هو الكيفال انستموزس، سواء كان كيفال انستموزس او في حاجه اسمها بيجي باك انستموزس. كان في الاول كلام ان البيجي باك ده بيكون هو الاكثر معاه الاوبستراكشن، دلوقتي لا هما الاثنين ايكوال. لو بري هيباتيك ديورينج انستموزس اوف ذا بورتال فين between the graft and the portal tract، وده بأقل يعني الأشهر اللي هو الكيفل، أو لو في arterio portal fistula ده اللي هو الفاسكولار كوز. الهيباتيك كوز في حاجة اللي هو acute cellular rejection، ودي نتيجة ان هو الاميونو سبريشن بيكون قليل، فده هنشوف في التريتمنت هنقول عليه ايه. في السبب الثاني كهباتك، وده قل دلوقتي ان هو ريكارنس اوف اتش سي في، ده كان قبل الايرا اوف دايركت انتي فايرال تريتمنت وده كان بيحصل ريكارنس، وممكن يكون في اسايتس ان نورمال ليفر with presence of hepatitis C recurrence after liver transplantation اللي هي الليفر اللي هي تعمل لها زرع، ممكن حتى لسه ما دخلش بسيروسيس ويكون في اسايتس نتيجة recurrence of hepatitis C. ده الهيباتيك causes. الاخر كوز اللي هو الاكسترا هيباتيك. الاكسترا هيباتيك ممكن يكون cardiac cause، ممكن chronic kidney disease او infection للacetic fluid. احنا بنعمل دياجنوزس للحاله دي بايه؟ بنعمل اسيتيك فلويد ستادي، بنعمل دوبلر عشان نشوف الانستموزس ونشوف هل في استريكشر ولا لا، بنعمل ايكو كارديوغرافي، بنطمن على الكيدنس، بنشوف الكيدنس على اساس ان سبيسيفيك هي سبب ولا لا كرونيك كيدني ديزيز، واخر حاجه لو لجأت اخد ليفر بيوبسي عشان اشوف اكيوت سيلولار ريجكشن. بالنسبه للتريتمنت، تريتمنت اكوردنج تو ذا كوز. عندي في الاول الاستنوزس، دلوقتي مع الانترفينشن راديولوجي بنعمل بالون دايليتيشن للاستنوزس او بتركب ستنت، او لو ما نفعش الاثنين دول بيحصل يعني ري سيرجيكال كونستراكشن. ري كونستراكشن ده بالسيرجري. بالنسبه للهيباتيك كوز احنا قلنا ان لو هو اكيوت سيلولار ريجكشن بعمل ميدوليشن للاميونوثيرابي اللي بستخدمها، او لو في ريكارنس لل اتش سي في بيبقى في تريتمنت لل اتش سي في. بالنسبه للاكسترا هيباتيك اكوردنج تو ذا كوز، طبعا لو هو كاردياك، لو هو كرونيك كيدني ديزيز، لو انفيكشن الاسوتيك فلويد بيبقى انتي بيوتكس. في حاجه اسمها ريفراكتوري اسايتس، ان بعد ده كله بيبقى في عندي ريفراكتوري اسايتس بستخدم فيه في حاجه بتجيب نتيجه كويسه جدا اللي هو، وحاجه بتتعمل دلوقتي اللي هي سبلينيك ارتري امبولايزيشن في الحالات اللي زي كده، وبتجيب نتيجه في العيان بوست ترانسبلانتيشن بريزيستنت اسايتس، او اعمل تيبس والاناتومي افتر ليفر ترانسبلانتيشن ما بيعيقش ان انا اعمل تيبس فيها. شكرا. شكرا رد الوافي. بروفيسور دكتور وليد، احنا سيناريو كده ساعات نخش في عين سكريننج بالابر اندوسكوبي نلاقي المرعب بتاعنا لارج فاندال فيركس في السكريننج وزود بليدنج، وات وي هاف تو دو؟
هو الحقيقة ده سؤال عامل كده زي ما يكون بنسأل دار الإفتاء في الأزهر عن فتوى، فهو مفيش فتوى عامة، كل كيس عايزة فتوى خاصة بنفسها. وجزء من إجابة السؤال ده أعتقد كان في السيشن اللي فاتت الدكتور محمد عادل جاوبها، وكان الدكتور أستاذنا الدكتور مازن علق عليها. بس هو الفرق يمكن إن أنت بتقولي لي إنه discovered during screening، يعني الباركس ده مش بليدنج وغالبا ما حصلش بليدنج منه قبل كده. فهو الحقيقة هنا لما جبنا الموضوع برضو تاني من أوله، هل ما نحقنش خالص ونسيبه لو هيلسي ميوكوزا والعيان مش ريسكي؟ يعني أنا شايف إن ده مثلا تشايلد إيه والآي إن آر معقول والبليتلتس كويسة، فممكن ما حقنش. ده رأي بيؤيده ان احنا لما بنحقن اصلا بالبلسانة واكريليت، الحقيقة رأيي انا الشخصي انه فيري رير ان انا هعمل كومبليت اوبليتريشن. فطالما مش هعمل كومبليت اوبليتريشن يبقى انا في حالة زي دي ممكن اخلي البورتال بريشر كله يبقى موجه للحتة اللي ما حصل لهاش اوبليتريشن، يبقى عيان اصلا كويس وانا خليته يرابشر. القصه برضو بتاعت هو ولا الاي او اس كويل اند اور سيانو اكريليت، هو طبعا يعني احنا كلنا بنحقن عادي، لكن الاي او اس اكسبنسيف وفي خطوره اللي هو يبقى اوبليتريتد، لكن هو افضل في كريزلت. فلو في جود اكسبرتيز ويقدر ان هو يعمله لنا طبعا يبقى افضل من الانجكشن. لكن توتالي كده في اذر تو ميكانيزمز هما اللي المفروض ان احنا نفكر فيهم، التيبس والبيرتو، هما اتنين عكس بعض. التيبس احنا كلنا عارفينها انها ترانس جاجولار انترا هيباتيك، بنعمل شنط، احنا بنعمل شنط علشان تو ديكومبريس عشان نقلل البولتر بريشر عند الباركس، فما ايه فما يفرقعش. هي حاجه كده عامله زي ودنك منين يا جح، انا سبت الباركس بس رحت بعيد عنه علشان اقلل البريشر واضمن ان هو ما يفرقعش. البيرتو العكس، انا بقفل الشنط، يعني في التبس انا بعمل شنط، في البيرتو انا بقفل الشنط، بدخل برضو يا اما من نك يا من الليج، وبدخل على الجاسترو رينال او الجاسترو كيفال، وبنفخ بالونه صغيره كده تو اوبليتريت الشنط نفسها. يبقى انا دخلت دايركت ووصلت للجول بتاعتي ان انا عملت اوبليتريشن. من كلامي اصبح واضح انا متحيز لايه، يعني متحيز للبيرتو عن التيبس، لكن في النهايه الاكسبيرينس بتاعتي ايه؟ يعني ما اقدرش اقول لواحد بيعمل تيبس وانا بعمل لي بيرتو، لا، هو لازم كل واحد يعمل اللي هو كويس فيه. ليه؟ لان دي حاجات برضو لها كومبليكيشنز، التيبس كمان كومبليكيشنز فيها اكتر، يعني كانفيزيف تكنيك لا، البيرتو مينيمالي انفيزيف، التيبس يعتبر مور انفيزيف، وفي طبعا الانكفالوباسي والانفكشن وفي كومبليكيشنز كتيره في التيبس. يعني دي هم غالبا التكنيكس اللي بتستخدم في التعامل مع الديسكفرد لارج فاندد فيرس. من اساتذتنا وزمايلنا الجراحين ان هو عايز يعمل جراحه نون هيباتوبيلياري لبيشنت اصلا سيروتك، وبيبقى دايما قلقان من اللي ما هيحصل بعد الجراحه، هل ممكن يدخل في فيروسيلر فيلير، ودي طبعا مشكله ميديكال ليجل. فعايزين نعرف هل في بريدكتورز معينه تقول لنا العيان ده هيدخل غالبا في بارك دي كومبنسيشن فولوينج سيرجري ولا لا، وايه الكونتر انديكيشنز، امتى تقول الجراح لا ما تعملش الجراحه احسن، خصوصا لو كانت الكتيف فتحا. اتفضل حضرتك. والله يا دكتوره دعاء، هو السؤال ده فعلا ابليكابل وبنقابلوه كتير جدا جدا جدا، كويس فعلا، برافو عليه اللي سال السؤال ده، لان ده سؤال مهم جدا جدا، اللي هو الاسسمنت اوف هيباتيك بيشنت فور نون بيلوري سيرجري. فعلا حاجه جميله جدا جدا السؤال ده، وفعلا الواحد قرا فيه عشان برضه يقدر يوصل المعلومه، يمكن الواحد مهما كان بيعمل ففي تبقى معلومات ناقصه مع القرايه الواحد بيستفيد منها فعلا. يعني القصه كلها ان العيان بتاعه الاسسمنت اوف ذا بيشنت اللي هو الهيباتيك بيشنت فور نون بيلوري سيرجري دي مهم جدا، لان بنقابلها كل يوم. واتيفر العيان عنده هيرنيا، ودايما انا حتى في التدريس للطلبه بقول لهم اللي عنده هيرنيا ايرلي وكده من العيان لسه ستيل كومبنسيتد يروح يعملها بدري، اذا كان انجواينر او امبرايكل، اذا كان عنده سيرجري بايرز او كلام من ده هو كويس كده يعمل قبل ما يحصل له دي كومبنسيشن.
لما بنقابل العيانين دول نمره واحد لازم تكزامن ذا بيشنت بروبرلي، لازم نشوف نعمل فحص كامل للعيان. نمره اثنين نعمله حاجه اسمها ريسك ستراتيفيكيشن، العيان بتاع الكبد ده لازم يخش في مرحله او واحده من الستيجز دي، يا اما عندنا المرحله الاولى اللي هو التشايلد بوف اي او التشايلد بوف بي او التشايلد بوف سي، وده بيعتمد على الخمسه بارامترز اللي حضراتكم عارفين، البيلروبين والالبن والبرثرومبين والانكفالوبس والاسايتس، اللي هو من 5 ل 6 يبقى تشايلد بوف اي. الريسك اوف ستراتيفيكيشن هنا او الريسك بتاع حدوث كومبليكيشن ديورينج سيرجري للعيان اللي هو تشايلد بوف اي تقريبا حوالي 10%. طب لو طلعنا للمرحله الثانيه تشايلد بوف سي، يعني هل ممكن يعمل سيرجري بتاع تشايلد بوف اي؟ يعمل الكتيف وامرجنسي مفيش مشاكل خالص. العيان بتاع التشايلد بوف بي اللي هو تقريبا من 7 لحد 10 ده الريسك اوف كومبليكيشن ديورينج سيرجري حوالي 30%، ولو احنا شفناه وظبطنا العيان ده خالص ممكن نعمل له ستيجنج مايجريشن من التشايلد بوف بي للتشايلد بوف اي، وبالتالي لما يخش يعمل سيرجري يبقى الامور عنده كويسه جدا جدا، لان عنده الريسك اوف كومبليكيشن ديورينج سيرجري ممكن توصل ل 30%. العيان بتاع التشايلد بوف سي نيفر ايفر تو تاتش هيم الا اذا امرجنسي، وفي الحاله ديت بتقول لاهله تعالوا يا جماعه والله انت عندكم مشكله كبيره جدا جدا، يعني حاله الكبد متقدمه جدا والعيان ده هيعمل جراحه امرجنسي مش الكتيف، الكتيف مش هيعمل بقى خلاص امرجنسي، واحتماليه الوفاه من 50% ل 100%، يعني احتماليه يخش العمليات وما يطلعش منها من 50% ل 100%، ففي الحاله ديت بيبقى هاي ريسك بيشن. ليه بقى القصه دي كلها؟ لان عندي ثلاث حاجات مهمين جدا جدا، كبد تعبان، جراحه مستعجله، ونوع الجراحه اللي الكبد اللي تعبان ده حضراتكم عارفين اللي هو السيروتيك ليفر ده بيبقى عنده مشاكل كتيره جدا جدا، في كواجولوبسي والاميونيتي تعبانه، ومش كده وبس كمان ده دلوقتي بنتكلم على ايتم جديد جدا حاجه اسمها كاردياك كارديوميوباثي، سيروتيك كارديوميوباثي موجوده، والعيان ده بيكون لايبل للانفكشن، والعيان ده بيكون عنده التريشنز في الكيدني فانكشنز، وبالتالي كل كومبليكيشنز موجوده. ناهيك كمان كده ان الكبد بيؤدي للثرومبوسايتوبينيا، العيان طب ماشي يا دكتور عبد الفتاح البليتلتس عندنا 50,000، طب هيعمل سيرجري، طب نديله بليتلت مفيش مشكله خالص، لو يعمل الترا ميجور سيرجري الكتيف نديله مثلا من عندنا لو هي البليتلت من 50 ل 100 ممكن نديله بليتلت مفيش مشكله. الحاجه الجديده اللي انا قريتها واستفدت منها قوي لما حضرت السؤال ده ان احنا كنا بندي الثرومبو باك اللي هو ثرومبو بايوتين، لقينا ان فعلا الاستاديز بتقول العيانين اللي بياخدوا ثرومبو باك ده بيحصل لهم بوست اوبراتيف كومبليكيشن في البورتال فين ثرومبوزس اكتر من العيانين العاديين. فاذا اتعلمت انا حاجه كويسه جدا جدا من اول قرايتي لها من ايمي 3 4 ايام ان اكتشوالي نيفر تو ايف اللي انت تدي العيان ده اللي هيدخل سيرجري، لكن لو العيان عنده بليدنج كونتينوس وانت تقدر تديله ثرومبو باك ده عشان تزود البليت وتقلل البليدنج ممكن تديه، لكن عشان تحضر بيه عيان لا ما تحضرش بعيان. دي نمره واحد. نمره اثنين، طب افرض العيان بتاع الكبد ده اللي داخل يعمل جراحه عنده تنس اسايتس وينوت، ما تعمل له نوع من انواع الديكومبريشن وتعمل له باراسنتيس، هتستفاد كمان من التنس اسايتس ديت اللي انت تعملها اناليسيز وتشوف العيان عنده سبونتينس بكتيريا بروتينايتس ولا لا. العيان ده لو عنده مايلد رينال امبيرمنت وينوت اللي تديله جلايبريسن عشان تحسن الكيدني فانكشن يبقى العيان بتاعك داخل فائق من الكبد ومن الكلى ومفيش مشاكل خالص. لو العيان عنده بروثرومبين اكتيفيتي قليله او برولونجد اي ان ار تدي عليها فريش فروزن بلازما، ولكن دي كويتشنبل قال لي كويتشنبل شويه، ولكن ممكن تدي للعيانين دول. يبقى ده البري اوبراتيف اسيسمنت. طيب حضرنا العيان الكيدني فانكشن تو سام اكستنت كويسه، العيان تشايلد بوف اي او تشايلد بوف بي، اول ما بنخش في الجراحه على طول لازم تخلي الراجل بتاع الانستيزيا، وهنا يمكن كمان الجديد في الموضوع ان الامريكان سوسايتي اوف انستيزيولوجي حطت ستيجز فور ذا ديفرنت ليفر ديزيز، ستيج 1 وستيج 2 وستيج 3 وستيج 4 وستيج 5. ستيج 5 ده اللي هو العيان عنده اكوت ليفر سيل فيلير، اللي عنده بتاع ده اكوت توب اوف كرونيك ليفر سيل فيلير، في الحاله دي دونت تاتش ذا بيشنت لان ستيج اي 5. اما ستيج 3 و4 اللي هم الكومبنسيتد ودي كومبنسيتد سيروز دول يبقى تتعامل معاهم ده ويز بريكوشنز. البريكوشنز ايه؟ وانت شغال في الانستيزيا في سيرتن دراجز كان بي سيف جيفن تو ذيس بيشنت ديورينج الاوبراتيف انترفيرنس، لازم العيان يتحط على مونيتور يتشاف الاكسجين ساتوريشن بتاعه كويس جدا جدا على اي سي جي لانه عنده تندنسي توردز هايبوتنشن، ياخد اي في فلويد وتشوف المونيتور رينال فانكشنز بتاعته، لازم ندي سيرتن اندكشن ومينتنس للادويه بتاعه الانستيزيا داز نوت هيباتو توكسيك مثلا زي البروبوفين مثلا على سبيل المثال، او ندي بردك في نفس الوقت المينتنس بتاعه الانستيزيا بردك تكون حاجات من اللي هي السيف بالنسبه للعيان ده. لو العيان ده خلاص ربنا سبحانه وتعالى يسر الامر وعمل العمليه الجراحيه بتاعته وخلاص، اول ما يطلع تيجي لازم تدخله العنايه المركزه لمده 24 ساعه ل 48 ساعه، ولازم نعمل مونيتور للفلويد ما نديش فلويد كتير عشان لو هو عامل ابدومينال سيرجري ديفينيتلي العيان ده يخش في اسايتس. لو عامل حاجه ابدومينال سيرجري مثلا امبريكال هيرنيا او حاجه زي كده كانت ايمرجنسي واتعملت وهو كده خد فلويد كتير هيخش في اسايتس. طب حلها ايه ساعتها؟ نعمل باراسنتيزيس وندي البومين. طب احيانا بعض الجراحين يقول لك خلي الدرين اسبوع و10 ايام،
لا قول له لا من فضلك شيل الدرين في وقتها وانا هدي له قلبه من هدي له انتيبيوتيك تو كفر اجينست انفكشن، لان لو الدرين قعدت فتره طويله جدا جدا بتعتبر كسورس اوف انفكشن اند مال نيوتريشن. نمره 3 دونت جيف اوفر فلويدز عشان ما تعملش اوفر ترانسفيوجن للعيان يخش منك في اسايتس وقديمه، وفي نفس الوقت ما تقللش الفلويد عشان ما يحصلوش رينال وبري رينال انفكشن يخش منك في رينال فيلير. يبقى لازم تظبط الانبوت والاوتبوت بتاعه. نمره 4 عملوا ستادز كتيره جدا جدا على السورس وفيفر في البوست اوبراتيف. العينين دول جرم سخنيه بعد العمليه بنفكر في خمس اشياء، يا اما ابدومينال انفكشن، يا اما يورين تراكت انفكشن، يا اما شيست غالبا هي اللي عامله كده، او العين ده دخل في ثرومبوزيس فاسكولار وهو اللي عامل نوع من انواع الانفلاميشن والحاجات دي كلها. فلازم انت بتتابع العيان اول ما وانس ديفلوب فيفر يبقى في الحاله ديت لازم تفكر في الاسباب اللي ممكن تعمل فيفر، وبالطريقه ديت ممكن تساعد العيان اللي هو الهيباتيك بيشنت يعمل السيرج بتاعته سيفلي اذا كان ايرلي او في الاي تشايلد جوف بي. شكرا. بروفيسور دكتور حسن حمدي، صراحه دكتور حسن السؤال ده عامل زي المخ اللي بيطلع منه 20 سؤال على النت ده. اما بيجي لنا عيان بورتال فينس ثرومبوزيس اكيوت فنقعد نسال نفسنا هو احنا هندي انتي كواجولانت ولا لا، هو احنا هندي ايه، طب الكيدني عامله ايه، طب العيان دخل اوبريشن ايه والجراح بيستعجلنا، طب هو هيخفض توليربل ترانسبلانت ولا لا، طب الثرومبوسيتوبينيا هعمل فيها ايه، طب والاكسنتف ثرومبوزيس، عايزين اجابه يا فندم. What is the indications of anticoagulant في البورتال فينس ثرومبوزيس والدوز في السيروتيك بيشنت؟ إذا كان عندكم وقت تسمعوا الكلام ده كله. أكيوت سيمبتوماتيك بورتال فين تريتمنت ما فيهاش نقاش. ما فيهاش نقاش. عيان بالذات العيان ده لو جاله الثرومبس وهو مستني الترانسبلانتيشن. لأن الإفكت بتاع الثرومبس في الشورت تيرم يعني أقل من سنة في الترانسبلانتيشن سيء جدا بالمقارنه اللي بعد 5 سنين. افرض ان عنده بورتال فين ثرومبوزيس وثرومبوتيك مانيفيستيشنز في حته عنده دي في تي، عنده مشكله، افرض ان هو نون الكوهوليك فاتي ليفر ديزيز وعنده مشكله سيريبرال او عنده مشكله كاردوفاسكولار، هياخد ما فيهوش كلام. القصه بتاعت ياخد ايه وياخده ازاي وتتابعه ازاي. ياخد ايه؟ ياخد لو موليكولار ويت هابر، لو موليكولار ويت هابر. تتابعه ازاي؟ ما تتابعوش، مش محتاج اي نوع من انواع المتابعة. اي مشكلة تحصل له مجرد ما تعمل ستوبتش هتبقى ريفرسد، مفيش فيها مشكلة. انما لو خد انفراكشنيتد هيبرين يتابع بالاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم، وتخلي بالك من البليتلت لان ده لايبل يعمل هيبرين انديوس ثرومبوسيتوبينيا. ايه اللي يخلينا اديله انفريكشنيتد هيبرين؟ لو العيان عنده اكيوت كيدني انجوري، لان الاكسكريشن ساعتها بتاع الموليكولوريت هيبرين هيعمل مشكله. ينفع ياخد فيتامين كي انتاجونست؟ ينفع ياخد فيتامين كي انتاجونست، ولكن مشكلتها اتابع ده بايه؟ الاي ان ار في العيان الهيباتيك هو برولونجد من الاول، لما بتدي اديله فيتامين كي هيحصل فيه ايه؟ طب الادويه الجديده اللي هي الدايركتلي اكتنج اورال انتي فاير، بدا الناس تقول انها سيف رغم ان الخبره فيها مش كبيره، وقالوا انها احسن كمان من الفيتامين كي انتاجونست ممكن تستخدمها. انما الجدل فين؟ طب هو لو بورتال فين ثرومبس انما كرونيك، او بورتال فين ثرومبس انا مش عارف بقى لها قد ايه، او هي بارشال ما هياش كومبليت، او ان العيان ده اسيمبتوماتيك. طب العيان ده لو حصل اكستنشن زي ما الدكتور عطيات بتتكلم في السبلينيك فين او في السوبيريوم زينتريك، وترتب عليه انتستاينال اسكيميا لان انا منعت الاوت فلو بتاع السوبيريوم زينتريك ارتري عن طريق قفل الميزينتريك فينز، هنا عليها خلافات لان الناتشورال هيستوري وضح ان بعض الحالات يحصل لها بروجريشن وبعض الحالات يحصل لها ريجريشن وريكانالايزيشن من غير علاج. دي هنا عليها الجدل. انما قصه البليتلت، قصه الاي ان ار، ده ملوش اي قيمه في الموضوع. اي ان ار صدق او لا تصدق لا يعتمد عليه في الليفر ديزيز واتس ايفر خالص، لا تتوقعش في حاجه خالص. الاي ان ار ده مجرد يوري لك الديجري اوف ليفر ديس فانكشن لما تستخدمه سواء لوحده او مع ميلد سكور، انما يو كانوت بريدكت خالص من الاي ان ار اي حاجه. الاي ان ار بيقيس بس البروكواجولانس، ما بيقش الانتيكواجولانس، والاثنين بيقلوا في الليفر ديزيز لان الاثنين بيتعملوا في نفس المصنع. فانا عندي حاجه اسمها هيموستاتيك ريبالانس. اي النهارده فقط لما تكون بتتابع عيان على فيتامين كي انتاجونست والعيان ده نون هيباتيك.
حكايه بليتلت ترانسفيوجن والكلام ده ما فيش في الطب كلام من ده خالص. ده بيعمل انتي بليتلت انتي بادي وبيدمر البليتلت اللي فاضله. لو انا عندي انفيسيف بروسيدور وعيان عنده بليتلت اقل من 20,000 وانا بعمله الكتيف، ساعتها قد اضطر او استخدم الالترومباك. انما العيان اكيوت سيمبتوماتيك ويتنج فور ترانسبلانتيشن عنده اثر ثرومبو امبوليك مانيفيستيشن تريتمنت ايميديتلي وهو عندك في المستشفى بالهيبرين العادي، لانك بتقدر تدي كل 4 ساعات وتتابع العيان. اما يروح بيتهم مش هيقدر ياخد كل 4 ساعات، ياخد اللوبوليكولار ويت هيبرين او الاورال اي دي او اي كي. شكرا دكتور حسن. احنا خلاص يعني about to finish the session. عندنا بس 3 questions فاضلين عن الهيباتيتس بي. اول سؤال فيهم هو حاجه زي كيس كده، هيباتيتس بي فيروس انفكتد بيشنت، العيان ده هيباتيتس بي اي انتجين نيجاتيف، الفيرال لود باي بي سي ار كان 1200، الليفر انزيمز كانت نورمال، بس الفايبرو سكان قال ان هو F2 فايبروزس. هل البيشنت ده انديكيتد فور تريتمنت؟ دكتور محمود اتفضل حضرتك. السؤال يبقى مكتوب عشان يقروا الكرايتيريا. طيب اهم حاجه في الفيروس بي الديسيجن ميكنج ده اهم حاجه، وانتو تريت الهباتيتس بي، فالعلاج هو اللي هيتوقف عليه. بدايه العلاج ده هيتوقف عليه وانتو ستوب. احنا بنعالج فيروس بي ليه؟ لا اما اكتيف ديزيز او اكسترا هيباتيك ديزيز ديو تو هباتيتس بي، فيريميا هياخد علاج. HCC لوحده في فيرست ديجري ريلاتيف مع فيريميك بيشنت كارير ايا كان هياخد علاج، فدول واخدين جرين كارد اكسترا هيباتيك مانيفيستيشنز وبي بوزيتيف بي سي ار. هو والHCC فيرست ديجري هياخدوا علاج. اذروايز بقى العلاج هيتاخد واحده من ثلاثه، لا اما اكتيف ليفر ديزيز او تو بريفنت ري اكتيفيشن في الايشوز او في السيتنجز بتاعت الاميونوثيرابي والكيموثيرابي اللي كتر دلوقتي في الاي بي دي والعلاجات والاتش سي او الترانسميشن. فلازم يتقال كويس، اتعرف كويس الحكايه دي. طب دي هنحددها ازاي؟ لازم نقف كثيرا على الستيج اوف ذا ليفر الفيز. هو مش ستيج، هو فيز اوف انفكشن. الجدول بتاع الايزي اللي حضراتكم عارفينه الفايف فيزز، وبنقول فيزز مش ستيجز ليه؟ لانه ممكن ينط ويرجع من واحد لواحد، ما هوش طالع سلالم بالدور ونازل. ده الستيج زي الهيباتيك في فوق الفايبروزس. الفايبروزس ستيجز بيطلع 1 2 3 4 ويرجع لو هيرجع يعني. طيب يبقى في الحاله دي لازم نقف كويس قوي ونشوف الحاله دي ايه، ويتش فيز اوف انفكشن. حضراتكم بقول تاني انه بياتي من الانتربريتيشن للفيرال ريبليكيشن ماركرز والليفر سيل انفلاميشن. دول بيطلعوا لي الاثنين دول في بالي كده، ولو اي حاجه ناقصه فيهم في التحاليل مش مع المريض اطلبها. فده موجود فيرال ريبليكيشن ماركرز الاي انتيجين نيجاتيف والبي سي ار 1200 انترناشونال يونت اقل من 2000 كاتوف فاليو. ثم الانزيمز نورمال صح كده، والفايبروسكان اف 2. طيب الفيز ده ايه؟ حضراتكم فكروا معايا كده من غير ما حد يقول. هل هنعتبر ان ده كارير على انه نورمال انزيمز والبي سي ار اقل من 1200؟ طيب الهيباتيتس اي انتيجين نيجاتيف، الهيباتيتس اي انتيجين نيجاتيف هل ممكن تبقى نورمال انزيمز؟ ايوه ترانزنت، ممكن تبقى انترميتنت. يعني عيان عنده هيباتيتس بي اي انتيجين نيجاتيف والانزيمز نورمال. الكارير الاي انتيجين نيجاتيف باي ديفينيشن بيرزيستنت نورمال انزيمز فور 1 يير. ده الديفينيشن اللي احنا نسيناه عشان نقول اي انتيجين نيجاتيف كارير بانزيمز فور 1 يير. مين اللي هيتابعه 1 يير؟ فلما نيجي نعمل الانتربريتيشن بقى للليفر ديزيز ونلاقي اف 2 قطعت جهيزة قول لكل خطيئة، مريض استوفى العلاج، دي هيباتيتس. هيباتيتس أدت إلى F2 فايبروزيس، هياخد علاج البي، مفيش فصال. يا باشا الانفكشن أدت هيباتيتس. أصل الانفكشن بالديفينيشن بتاع الإيزل ممكن تكون مسليدنج أو كارير. الكارير
اللي ما فندوش ليفر ديزيز الكارير. ساعات الكارير قبل كده بنقول سيرفيس انتيجين بوزيتيف مور ذان 6 مانس يغطي كله. الديفينيشن اصلا بتاع الكارير هو بتاع الكورونيست ان سيرفيس انتيجين بوزيتيف مور ذان 6 مانس كارير بالفيروس. انما جه بعد كده الاي انتيجين بوزيتيف انفيكشن الاي انتيجين نيجاتيف انفيكشن مش موضوعنا. انا دلوقتي بتكلم هل المريض ده تو بريفنت ترانسميشن بالفيرال لود يقع تحت الحالات بتاعه الترانسميشن زي البريجننسي والفيرال فيرال لود؟ لا. هل تو في سيتنجز بتاعه ايمونوثيرابي او كيموثيرابي؟ لا. يبقى انا اكتيف ديزيز ما هو يقول لي اف 2 اهو. وقلت لحضراتكم الكرايتيريا. اذا المريض ده في الفيز الهيباتايتس اي انتيجين نيجاتيف هيباتايتس واضحه كده. وطالما اف 2 وفيرال لود مش هقول قليل اي فيرال لود ماشي. طب افرضي ايفن اندتكتب هدور بقى كمان على سبب تاني. افرضوا الفيرال لود اقل من حكايه ال 1200 دي لقيتوه 80 100 السيروزس الاف 4 بياخد على بوست بي سي ار كومبنسيت اي بي سي ار ديتكتور. فالبي سي ار ما عادش هو المعيار حاضر اللي من خلاله هنقف هنا. طالما في الفيلد الكرايتيريون ان اف 2 حد علاج وكونسيدر اذا في كونكوميتنت فاكتور تو تريت از ويل. مش لو ما لقيتش مش عالج لا هعالجه الثاني وهعالج البي. اسف على الاطاله. الفايبروسكان اكتر من 6 يعني الفايبروسكان لو اتعمل الكيلو باسكال اكتر من 6 هي لا يا باشا 6 ل 9 في النورمال انزايمز. الاخ الكريم الاستاذ الدكتور محمد بيتكلم على الالجوريزم بتاع الايزل بتاع الايزل 2018 4/2018 اقل من 6 كيلو باسكال سواء الانزايمز نورمال او من 2 ل 5 المريض كده فولو اب. اذا عدى الستة هو اف 2 هو بتقول لك اتحسبت ومعدي اف 2 طالما عدى 6 اف 2 اف 3 سوف شرط العلاج. اتفضلي. بروفيسور دكتور عبد الفتاح برضو مشكله سيروتيك بيشنت هاو تو مانج اكيوت هيباتايتس بي انفيكشن. هو بردك دايما انا بقول ايه يعني الاسئله بسم الله ما شاء الله اللي جايه لكم كلها جميله. يعني العيان اللي عنده اكوت هيباتيتس بي فيروس انفيكشن اون توب اوف سيروتيك سيروتيك ليفر وات ايفر ذا كوز هل هو بوست هيباتيتس سي كان اوتو اميون كان العيان دراج اندوز. على فكره في كرونيك دراج اندوز ليفر انجري ممكن يعمل ليفر سيروز يعني دكتور حسن موجود معانا هو طبعا يعني فوات ايفر كوز اوف سيروزيس طالما العيان عنده اكوت هيباتيتس بي فيروس انفيكشن بالنسبه لنا التريتمنت از انديكيتد. العيانين اللي هم الاميونو كومبتنت فور ذا فيرست تايم اللي هم يجي لهم هيباتيتس بي فيروس النورمال ليفر تقريبا 90-95% بيحصل له سيلو كليرنس مفيش مشكله خالص. 5% لو جالها اكوت ليفر سيل فيلير او كولستاتيك ليفر ديزيز دول الانديكيتد فور تريتمنت. نيجي بقى العيان اللي عنده سيروتيك ليفر اذا كان العيان ده عنده كومبنسيتد او دي كومبنسيتد وات ايفر ديز اور ذات ات ويل اد لازم اخد تريتمنت. التريتمنت متفق عليه الانتيكافير والدي دي اف اللي هو التينيفوفير ديسبروكسيد فيوميريت بينما التاف لسه يعني مترددين فيه في الديكومبنسيتد لكن في الكومبنسيتد كان يوزيت. طبعا ديفينتلي العيان لو عنده اكيوت هيباتيتس بي فيروس انفيكشن اون توب اوف ليفر سيروزس وات ايفر ذا ايتيولوجي اوف سيروزس ماست ريسيف تريتمنت ان اوردر تو بريفنت بروجريشن اند ديكومبنسيشن فيرست. نص ملي جرام صح لو انتيكا فير نعم حد نص الانتيكا او التي دي اف مفيش مشكله خالص. شكرا جزيلا. خلاص ده اخر سؤال هننهي بيه الجلسه ان شاء الله. السؤال الشائك اللي دايما عيننا بيسالوه لنا يا ترى اقدر اوقف علاج الانتي فايرال تريتمنت فور اتش بي في ولا ده لايف لونج تريتمنت ولا ايه؟ امتى توقف علاج فيروس بي؟ نفس السؤال اللي سالته ويتش فيز اوف انفيكشن وات ذا ايم اوف تريتمنت. فاذا كان السؤال مفطور من السائل مش منه بس هو ده كويس. انا ما ينفعش اقول لك اوقف علاج بي ممكن اوقف علاج فيروس بي ولا لا. وات ذا سيتنجز حضراتكم كلكم اهل علم بيوقف العلاج في تايم معين بعد الكيموثيرابي او الاميونوثيرابي لما يكون الهدف تو بريفنت ترانسميشن معروفه من 6 الى 12 شهر في الافريج من 6 ل 12 ممدوده ل 18 شهر يعني سنه ونص واكثر من كده دلوقتي سنتين بعد الريتوكسيماب. لو بدي ريتوكسيماب على ايزوليتد كور
انما السيرفيس انتيجين ده مشكله ان هو هاي ريسك. خلينا نقول انه معتمد على الواي تو تريت اللي انا نفس الكلام بقولها اول ستيج. موضوع الترانسميشن بتاع البريجننسي حضراتكم عارفينه يعني ببتدي واوقف الايم اوف تريتمنت تو بريفنت ترانسميشن فحصل ولاده. طب انا بكمله الاي اس ال دي قالت ممكن توقف ايميديتلي. ها انا هخليني مع الايزل هنا عشان الشرح هيطول شهر الى 3 شهور بعد الولاده مغطي الجاب اللي ممكن يكون فيها رياكتيفيشن للفيروس مع الريكونستيتيوشن للاميون سيستم مع بعض يحصل فلير. طيب ناتي لانك بتعالج كاكتيف ليفر ديزيز. حاضر اديني بس دقيقتين في اهم حاجه. الاكتيف ليفر ديزيز لا اما اكيوت هيباتيتس ديت العلاج لاكيوت سيفير اكيوت. فالجايد لاينز الايجيبشن في 2013 قالت سيرفيس انتيجين اي انتيجين بوزيتيف بعدها بست شهور تقدر توقف افتر اي انتيجين لوس. واذا ما حصلش سيرو كونفرشن في الاي انتيجين مد سنه. طيب الاذرز الكرونيك هيباتيتس والسيروز. السيروز سهله الجايد لاينز حسبتها في انه الايزل انديفينيت الاي اس ال دي ما توقفش العلاج انديفينيت. والايزل قالت افتر سيرفيس انتيجين لوس. التارجت دلوقتي هو الفانكشنال كيور سيرفيس انتيجين لوس. فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا الكرونيك هيباتيتس اللي اي انتيجين بوزيتيف سهل برضه متفق عليه. بعد الاول الدي ان ايه بيروح وبعدين سيرو كونفرشن من الاي انتيجين للاي انتي بودي ده اسمه اي انتيجين سيرو كونفرشن. كان 1 يير افتر سيرو كونفرشن. دلوقتي اتمدت لثلاث سنين وخمس سنين في الجايد لاينز. ثلاث سنين استاذنا الجليل دكتور امام واكد خمس سنين والجاستيفيكيشن ماشي كده. طول المده بعد الاي انتيجين سيرو كونفرشن لان الفيروس ما راحش وما عندكش التارجت اللي مطلوب اللي هو سيرفيس انتيجين لوس. حصل الاي انتيجين بوزيتيف انت بتوقف قبل السيرفيس انتيجين ما يروح فانت برضه معرض لرياكتيفيشن. المشكله الكبيره في الاي انتيجين نيجاتيف هيباتيتس. الاي انتيجين نيجاتيف كرونيك هيباتيتس بي الجايد لاينز متفقه كلها السترونج ريكومنديشن تيل سيرفيس انتيجين لوس كونفيرمد سيرفيس انتيجين لوس. يعني ايه كونفيرمد سيرفيس انتيجين لوس؟ يعني حضرتك ماشي على العلاج لعند ما تلاقي السيرفيس انتيجين نيجاتيف وتستمر 6 شهور مينتيند. يعني مينتيند لوس مش سستيند زي الفيروس سي. فيروس سي بتوقف العلاج وست شهور بعد الايقاف تتاكد انه حصل سستيند يعني بعد الايقاف. لا هنا الجديد 2020 21 22 ست شهور بعد السيرفيس انتيجين لوس ومش لازم تدور على سيرفيس انتي بودي سيرو كونفرشن ما عادش ريليفنت. المشكله في ال الريت اوف سيرو اللوس ده قليل اقل من 5% بعد 10 سنين علاج. حصل ويك ريكومنديشن بويك ليفل اوف ايفيدنس ما توقفش لان الجديد خالص 22 ما توقفوش. ما انا بس بشرح لهم ليه ما توقفوش. محمود الوقت خلص تمام حاضر في 2020 مش 22 يا جماعه اخر كلام ما توقفش العلاج. حضرتك هتنتظر الادويه الجديده هتركب بالمعنى البلدي فوق الادويه الحديثه وهتوقف العلاج بعد السيرفيس انتيجين لوس. شكرا جزيلا. الف شكر دكتور محمود والف شكر لاساتذتنا الافاضل وشكرا للحضور ان انتوا صمدتوا لحد دلوقتي. بشكر حضراتكم جميعا. حيون يا باشا عايزين ناخد صوره بس قبل ما نمشي. اتمنى ان شاء الله نكون جاوبنا على الاسئله. شكرا.